استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء 5 طائرات تحمل على متنها نحو 38.5 طن من المساعدات و88 طبيبا لغزة. وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى تفريغ حمولة الطائرات ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.